على بالكم بلي انه بعض المرات الفلوس ما كيقدروش يسمعوا لنا بعض السعادات اللي حنا محتاجينهم في الحياه. شحال من عائله كتلقاها بلي انا غارقه في الماديات وفي الفلوس وفي ماديات الحياه، لكن للاسف فقد نعمه الطمانينه والسكينه والحب والانسجام وكاع الاشياء اللي ما كتقدرش بثمن. فينا اللي تيقول بانه عنده الحق انه يختار يكمل بالطريقه اللي هو بغى واللي غادي تربحه من غير المال، وكاين فينا اللي كيفضل باش انه يبقى تبع المال ووافقت هاد النعم، ولكن عمرو ما كيلقى راحه البال. حكايتنا الليله هي درس في هادشي اللي قلت لكم دابا، والنهايه ديالها جميله. ما تمشيو فين وجوجدوا معايا باش تسمعوا هاد الحكايه. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير اموركم هانيه. اذا كنت جديد على القناه نقول لكم مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار كيف العاده الدار دارك، وشكرا على الكلمات ديالكم الجميله والرائعه التي تشبه القلوب ديالكم. بزاف ديال السيدات يقولوا لي بلي انهم متبعيني من الكوزينه، ما كرهتش انكم كل واحد كيشوفني دابا يقول لي منين متبعني، جاوني الفضول بغيت نعرف. فقبل ما نبداو حلقه الليله ما كرهتكش انك تضغط على زر الاعجاب اللي ما تيكلفك حتى شي مجهود كيف العاده. ودابا خليني نقول لكم لنبدا. صاحبه حكايتنا الليله غادي تختار كاسم مستعار لها تسنيم. كتقول انا هي الكبيره في خوتي، عندي زوج ديال الخوت صغار. منين وانا صغيره عايشه انا وماما وبابا وبابا بابا جده، ماشي الام ديالو الحقيقيه، لكن منين حل عيني وهي مربيه فاحنا كنقولوا لها جده. كانت الحياه ما بيني وما بين والديا زوينه بزاف، كنا كنخرجوا كنضحكوا فرحانين، لكن كان المشكل الواحد هو ما بين ماما وجداتي. ماما كانت ديما كتعصب منا حيت كدير شي حوايج اللي ماما كتقول بلي انهم ماشي هما هادوك وبلي انها كتدخل في حياتها. بابا كانوا تيطلعوا لي هاد المشاكل في راسو، وانا تنكبر وليت تلاحظ بلي انه ما بقاش مرتاح معنا في الدار وما كانش كيبغي يطول معنا فيها نهائيا. غادي نتحولوا لمدينه واحده اخرى قريبه حيت بابا وماما تحولوا في خدمتهم، وانا كنت تبقى مع جداتي، ولا الجون تاع الدار مكرف بزاف. وفي ذاك الوقت بدا كيفضل انه يخرج مع صحابه يكون ديما معاهم. ماما حملت، وانا ذاك في واحد الوقت غادي يوقع واحد المشكل في الشركه ديال بابا اللي هو خدام فيها فدخل الحبس. من بعد عام خرج غادي يلقى خويا بلي انا وتزاد، وديك الساعه جداتي ما بقاتش باغا تكون مع بابا ولا دير صداع حيت حسوا بلي انه هذا الطريق ماشي هي اللي خصها تكون. بابا غادي يلقى واحد الخدمه اللي هي مزيانه بزاف، فمشى شرا جداتي واحد الدار وحنا بقينا في دارنا بوحدنا. في هذا الوقت ماما وبابا تبعدوا بعضياتهم وما بقاش كيلقاو راحتهم بجوج في الدار. ماما خرجت من الخدمه على ود خويا الصغير من حيتاش ما بقاتش قابله باش انه جده تقابلوا ليها. ملي جلست من الخدمه ولات انسانه واحده اخرى، ولات كتغوت ما مقاداش راسها ما مقابلهاش حالتها، ولات عندنا الدار اللي دخل ليها ما كيلقاش الجو نتاع الاسره، وام كتغوت على الدراري والدراري صغار مقموعين، خاصك تنعس ودير داكشي ديالك والواجب ديالك والا غادي تاكل العصا. كبرنا بحال هكا. بابا ولات يعطي لماما الفلوس، ولات كتخرج مع صحاباتها وكتلبس وكتسارى. مشات في داك الطريق نتاع بابا. تقريبا بيني انا وخويا الصغير كانت 6 سنين، فكنا كنبقاو غير بزوجنا في الدار، كتخليه ليا وكان خاصني نتحمل المسؤوليه اللي هي كبر مني. فكبرنا قرينا وديما كنا كنخافوا من بابا، كان اذا دخل بحال دخل شي سبع، كيدخل الدار كتعرفيه بلي انه خاصك تمشي لبيتك وتنعسي وما تململيش. كنا اذا غير خرجنا ما خصناش نديروا اغلاط، واذا طاح شي حد فينا كيبدا بابا يعاير ويسب. ماما كذلك ومثال، ما كناش مرتاحين بزاف، ووقت ما سافرنا ضروري يكونوا معنا صحاب بابا ضروري ومؤكد، ودوك صحابو كيجيبوا العائلات ديالهم وولادهم، وحنا كنا تنحسوا بلي انه كاينه شي مصلحه تما بحكم انه بابا هو اللي كان عنده فيهم الفلوس. اذا خرجنا كان تيخلص علينا وعليهم، واللي تيدير معنا حنا ولادو كيديروا حتى مع ولاد صحابو. المهم دازت الايام وصلت للتاسعه، وهنا غادي توقع واحد المشكله ما بين بابا وماما. غادي تعرف ماما بلي انه بابا تيخونها، وانا منين كنت صغيره في ديك المرحله نتاع 3 سنين 5 سنين كنت قريبه من بابا بزاف، واخا كنت صغيره كنت باقا عاقله وكنت تنميز. واحد الوقيته فاش بابا عاقب لي انني بديت كنفهم شي شويه الامور ف وكان طرح بعض الاسئله بحال شكون هذه، كان تيقول لي سري عند ماماك نوضي من حدايا خرجي نوضي ديري شي حاجه. كنت ديما تنحس بلي انه شي حاجه ماشي حتى لهيه. واحد النهار بقى كنعقل وانا في السادس كان عندي تليفون ديال بابا، فجات واحد خالتي اللي كانت كتشك فيه انه تيدير شي حاجه، وقالت لي اري لي التليفون. علاش اري؟ هزاتو دات راسها انها كتلعب شويه، دخلت الميساجات وبدات كتسولني واش كتعرفي بلي انا وباباك ماشي مرة واحدة اخرى. انا على نيتي
قلت لهم اه راه تعرف واحد المراه كنت نشوف الرسائل ديالها وكانوا كيجبدوا لي الصداع بين ماما وبابا. ماما قالت ما يمكنش انه راجلي يدير شي حاجه بحال هذه، ما تيقاتهمش. فبقى كنعقل انه فاش كنا صغار كان بابا كيحطنا عند ماما كل ويكند باش هو يبقى في الدار بوحدو ويجيب صحابو ويدير اللي بغا. كانوا الجيران مره تيلوحوا الهضره لماما ولكن هي ما كتحاولش دير داكشي في راسها. نرجع معكم للتسعه، فاش ماما حصلت في التليفون شي حاجه ومرضات ونهارت ودينا على المستعجلات، وانا كنت ديك الساعه في المدرسه. جات جده تجلس معانا في الدار ولات الروينه والمشاكل، وماما هنا غادي تولد خويا الثالث. بابا في هذه الازمه غادي يسافر مع الخليله ديالو وماما من جديد غادي تثق الخبر. وهنا كنت كنشوفها كتدمر قدامي. عندي زوج خوتي صغار خاص اللي يبقى معاهم ويرد لهم البال، واحد خصو يقرا وواحد خصو اللي يبدل ليه الكوش ويوكلو. وجدتي كانت باقا عندنا ولكن المشكل ديالها مع ماما كانت تحطر حتى علينا حنا وما كانتش كترد لينا البال كيف خاص يكون، وانا اللي كنت كندير كل شيء. ماما كانت كتقول لي تسنيم خاصك تهزي خوتك وديها فيهم. ديك الوقيته ماما غادي تعاطى العالم تاع الشعوذة والسحر اللي وراتو لواحد الخليله نتاع صاحب بابا، لدرجه انه ماما بعت كل شيء ذهبها والتخربيق اللي كانت كتملك باش انها تعرف ديك خينه اللي كان معها بابا شكون هي وتحاول دير لها شي مشكل وتفرقهم. لكن في الاخير ما قدرتش على التخربيق لانه ديك المشعوذه كانت مطوره، كانت هي كتشد منها الفلوس وماما ما كانش بدوك العيالات اللي كانوا كيعيقوا دغيا. هما عمروا لها راسها وجروها للطريق اللي ما كانش خاصها تمشي ليها وبقات في ديك الدوامه. من بعد ما دار بابا الشركه ديالو والمشاريع من جديد ووقف على رجليه كل شيء بدا كيهبط للارض. بدا كيبيع الطوموبيل الاولى الثانيه، الدار اللي كنا ساكنين فيها بعناها ومشينا لوحده اخرى. وهنا بدينا كنحسوا بالازمه بزاف. وحنا كنا صغار في الطفوله ديالنا كنا اي حاجه بغيناها كنلقاوها، لعبه شي حاجه الكترونيه كنا كنلقاوها قدامنا. من بعد غادي نخرجوا من المدرسه اللي كنا كنقراو فيها، مع الحاله الماديه ديالنا كانت ضعفت بزاف. وانا وقع لي مشكل في ديك المدرسه اللي حولوني ليها في السانكيام، فما كنتش نهائيا تنبغي نمشيها، اللي خلاني ما نردش البال لقرايتي وما نتسوقش ليها ولا نمشي، لاني كنت كنشوف في ديك المدرسه تلامذ كيضربوا وكيتعاقبوا وانا ضد العنف. فاش كنشوف هادشي كنبدا غير تنبكي. خويا نفس الحاجه، لدرجه انه غادي تيكبر بشخصيه اللي هي ضعيفه بزاف بحكم انه ما كانش شي احتكاك ما بينه وما بين بابا، وديما كان تيحتقرو يمكن بدون قصد. خويا متوسط كان ديما داك الوليد اللي ما كتقدرش تقول ليه شي حاجه ولو بسيطه لانها تقدر تضره وتحطمه. اذا كان بابا قدامه ولا شي حد غريب ما كانش كيعرف حتى ياكل ولا يدير شي حاجه وتولي غير مخربق. فهاديك السنه خويا الصغير كاع كان خاصني نرد ليه البال، تمشي نقرا الصباح ونرجع بالعشيه ومخمقه بلا خويا اللي كانت عنده انا داك السنه، وخويا متوسط اللي خاصني نبقى نقريه ونحفظ معاه ونضحك معاه شويه ونلعب الدور اللي ما لعبينوش والديا. فهاديك الدار اللي تحولنا ليها ما كناش تنلقاو حتى علاش نعسو ولا ناكلو ولا حتى الحليب اللي نشربوه لذاك خويا اللي هو طريبيه. حتى من الفلوس ما كانوش عندنا نهائيا، كنا كنتسناو الغرباء انهم يعاونونا. بابا من جديد بدا كيخشي راسو في شي حوايج اللي ما خاصش يخشي فيهم راسو، التخرويض نتاع صحابو والزعامه الخاويه غادي تخليه انه يخرج على راسو من جديد. وسط هادشي جداتي هي اللي غادي تبيع الذهب ديالها واللي عندها باش انها تعاوننا حتى نفرشوا الدار، ولينا كنلبسوا شي شويه ولينا كنعسوا من جديد على ناموسيه. وبما ان جدتي كان عندها حانوت اللي هو نتاع جدي في الاصل وما بقاش خدام فيه حيت مرض فغادي تخدم فيه، ومره كانت كتجيب لينا شي حاجات من تما، فغادي تقترح علينا هي وجدي باش انها تجلس معانا ونتقاسموا الطبس الواحد. ورغم هادشي كانت ماما هي وديها ديما في صداع، حتى ولات كتشوف جداتي راسها بلي انه هادشي راه ما مسلكش، فرجعت فحالها وبدات مره كتجيب لنا داكشي قسم الله. من بعد وصل الباك وجا الحجر الصحي ودات عليا عام مزير بزاف ودات مجهودي كامل، كنت تنقرا وماما كانت باقا ما باغاش تكون في الدار، باقا كتصادع مع بابا وهو وتا هو ما كيبغيش يدخل الدار ولكن خاص ضروري يجلس فيها. ما بقيناش لقينا اللي يصرف علينا، شكون يجيب لينا ما ناكلو. جدتي بقات على ديك الحال مره كانت كتقدا علينا. دوزت الباك ديالي، من بعد قال لينا بابا خصنا نخرجوا من ديك الدار حيت ماشي ديالنا، علما انه هو اللي شاريها ولكن كتبها بسميه صاحبه حيت هو اللي عطاه الفلوس، وقال لنا بلي انه الدار راه ماشي ديالو وخاصنا نخرجوا منها. الدار نتاع جده اللي هي ماما كاينه في واحد المدينه واحده اخرى اللي كانت كبيره بزاف، فقالوا لنا جو تسكنوا فيها. اللي كانت ساكنه فيها غير امها وخوها، واما باها اغلبيه الوقت فكان في العروبيه لانه ما كانش عنده مع المدينه. خو ماما كان قبيح بزاف وباقي صغير وكان طايش. مشينا جلسنا معاهم واحد الشهر وحطينا كاع حوايجنا
عندهم. من بعد ديك الشهر جا بابا هو يقول لينا تقدروا ترجعوا لديك الدار اللي تيقول بلي انه كاتبها في سميه صاحبه. انا نجحت في الباك، دفعت الجامعه الحقوق بالفرنسيه لاني قررت انني ندير محاماه. رجعنا لديك الدار وباقا كنعقل في داك العام في عيد ميلاد ديالي دوزناه بخير ناشطين فرحانين. من بعد 9 ايام بالضبط انا قلبت على واحد الخدمه في واحد البلاصه، حيت قال لي بابا انا راني عييتها بنتي وماماك ما تقدرش تعاوني وانتي خصك دابا تخرجي تقلبي على خدمه. فخرجت وكان عندي مقابله عمل اللي مشيت وتقبلت فيها. رجعت للدار تغديت انا وماما ومع اخوتي كانوا في المدرسه فتكينا. فقت مع 6:30 كان لقى ماما تحولت لواحد القنت واحد اخر في الصالون. سولتها مالك؟ والو. قلت صافي خليها على راحتها، الا بغات تقول لي راه غادي تقول لي بخاطره. شويه وتقول لي تسنيم غادي نقول لك واحد الحاجه ولكن عافاك بقاي مهدنا. شنو؟ بابا كتشد عاوتاني. ما درت والو، تصدمت وبلا ما نوصف لكم الاحساس ديالي ديك اللحظه. شفت حتى عييت وقلت لها مدبر حكيم. نهار الاول الثاني كثروا علينا الاتصالات نتاع صحابو وكل واحد شنو تيقول وما بقيناش عارفين المشكل الحقيقي شنو هو. النهار الثالث بابا غادي يعيط لينا وقال لينا بلي انه غدا اخر نهار ليه في ديك الكوميساريه حيتاش غادي يديو الحبس. قال لي راني بغيت نهضر معاك وباقا عقل على شنو دار ما بيناتنا. قال لي شوفي تسنيم خليتك انت هي الراجل نتاع الدار، ردي بالك ليها راه ما كاينش اللي يقدر على هذه المسؤوليه قدك. فداك النهار عاد خرجت من مرحله الصدمه وعرفت بلي انه بابا صافي راه تحبس بالصح. بديت نفكر في شي حوايج خراب. فداك النهار كان واحد الولد كان تيقرا معايا كان ظريف بزاف، وقت ما وقع لي شي مشكل كنت نمشي كندوي معاه كنفس على راسي. هذاك النهار عيطت لي خالتي قالت لي شوفي اي واحد يعاوننا باش نشدو الباك المحامي حيت راه ما عندناش فلوس. انا مشيت تعيطت على داك الولد وقلت ليه فكا فلان واش تقدر تجي عندي للدار راه عندي واحد المشكل اللي هو كبير. جا هو ماما، ماما مسكينه اللي عاونتنا بزاف، عطاتنا الفلوس باش انا نشدو محامي، عطاتنا بزاف ديال الحوايج اللي كنا محتاجين ليهم انذاك. من بعد لقينا بلي انه بابا كان دافع الشيكات لبنادم بزاف وما مخلصهمش، ومدخل حتى الشيكات ديال ماما اللي كان دافعهم وعاطيهم لبزاف ديال بنادم وما مخلصينش. وهذا يعني بلي انه حتى ماما تقدر تدخل الحبس في اي وقت ممكن. غادي يجي يدق علينا صاحبه داك اللي كان كاتب ليه بابا الدار وقال لينا سمحوا لي ولكن خاصكم تخرجوا لي من هاد الدار وباباكم راه ما مزيانش وخايب ودا لي رزقي. ويلي هذا بابا اللي كان معاه، هذا اللي حل ليه بابا المكتب ديالو وشاليه الطوموبيل فاش كانت ميسرة به، هذا فاش كانت عنده الدعوة مزيرة بابا شاليه الدار والطوموبيل وعاونو باش تزوج. خرجنا من الدار وهنا كان خاصني ضروري انني نبقى في هاد المدينة باش كل 15 يوم نتاع نهار الاربع ندير بابا الفلوس. حنا بين 4 ديال الناس فما يمكنش نمشيو نقسو عند جداتي وما كاينش اللي يصرف علينا، وخو ماما ما خدامش وجدي مسكين غير على قد الحال. اختاريت انني نبقى مع ماما بابا في نفس المدينه، وخوت بابا حتى شي حد فيهم ما بقى باغي يشوف فينا بحكم ان اخوهم ولا شوها وما مزيانش وخايب ومجرم وانا بنت الحباس. من غير واحد اختو وخوه اللي تعاونوا مع ماما باش انهم خلصوا على خوتي المدارس ومره مره كانوا كيدوروا معاها. في نفس الوقت كنت نبقى مع داك الصديق ديالي اللي عاونتنا ماما. كنا تنخرجوا مجموعين، هو الوحيد اللي وقف معايا ديك الوقت اللي كنت نحس براسي انني بوحدي. ماما كانت مره مره حتى هي كتعاوني انها كتفوج عليا وكتخرجني. من بعد كنت نمشي للمحكمه باش انا نتلاقى بداك المحامي ديال بابا وانا عندي 19 سنه. فبحكم انني ما كنتش عارفه شنو الدنيا كتسوى اول مره بديت نخرج نعول على راسي، اول حاجه بديت بها هي المحكمه والحبس باش نلقى حل لبابا. المحامي اللي كنت كنمشي معاه واللي كنت نتلاقى به غادي يطمع فيا وما كنتش نقدر نقول لا حيت بغيت بابا يخرج من تما. هو صراحه ما دار لي حتى شي حاجه خايبه لكن كنت نحس براسي بلي انه كانه كيستعملك شي حد. من بعد قال لي واحد النهار راه الحكم ديال بابا كاين اليوم وحكموا عليه بثمان شهور وخصك تزيدوني في الفلوس. هو صراحه ما دار لي حتى شي حاجه خايبه ولكن كنت كنحس براسي بلي انه كان كيستعملني. واحد النهار قال لي راه الحكم ديال باباك كاين اليوم وحكموا عليه بثمان شهور وانتم خصكم دابا تزيدوني في الفلوس. قلنا صافي واخا. قال لي يلاه معايا. فين؟ انا غادي نمشي نشوف باباك الا بغيتي تمشي تشوفيه. علانيتي قلت ليه يلاه. مشيت معاه حطني قدام الباب نتاع الحبس وقال لي راك ما غاديش تقدري تدخلي. من بعد قال لي يلا نمشيو نشربوا قهوه. لا راني بغيت نمشي للدار. رغبني ومشيت معاه لديك القهوه وبدا كيجر لي لساني في شي مواضيع انا وياه فغينا عليهم. هذاك الولد اللي كان عرف عاودت ليه شنو وقع ومن ثم اي حاجه كانت عندي كان تيرافقني فيها. انا غادي نصاوب لاكارت نتاع الدخول لذاك الحبس
وليت كنمشي عند بابا كل 15 يوم. كان واحد الراجل اللي صاحب بابا الانسان الوحيد اللي كان بقى عاقل على خيره، كان كيصيفط ليا كل 15 يوم 1000 درهم باش بابا تما ياكل ويتحرك. ما عرفتش واش هذا فعل خايب مني، ولكن كنت كنشوف في صحابو كاملين صحاب بابا بلي انهم بلي كاع دوك اللي جروا لهذا الشيء هما عايشين بخير، الا حنا ما كنلقاو ما ناكلو ما نشربو. ماما ديما في صداع مع خوتها ويقولوا ليها خرجي، واش راجلك مازال ما بغى يدير لك شي حاجه؟ شحال قدك تعولي على عائلتك؟ خوتي مساكن كانوا تياكلوا العصا من عند خالي، وهي ما كتقدر لا تدوي ولا تقول حتى شي حاجه. انا بديك 8 شهور اللي بابا مسجون فيها كنت نقرا في الجامعه، والعشيه كنت نخرج مع داك الولد وامه، وبديت كنحس بالدفء العائلي. هما كانوا ناس بساطه وكانت عندهم امور اللي ما كانتش عندنا في الدار، ورغم انه كانوا عندنا الفلوس عجبني الحال معاهم. وليت كنخرج انا وياهم، وجداتي حتى هي عجبها الحال، كيفاش كيعاملوني كيفاش كيتصرفوا معايا كيفاش كيحترموني، فبدات كتخليني انني نرافقهم ونجلس معاهم. كنت مفاهمه مع داك الدري، وبدينا نحسوا بشي حاجه من جهه بعضياتنا. خرج بابا من الحبس ولقى راسو بلي انه ما عنده حتى شي حد اللي يشد بيديه، كاع صحابو اللي وقف معاهم كلشي زادو خلاه، وانا ما قدرتش نخدم الصراحه نهائيا، واخا قبلوني في ديك الخدمه حيت داك مولشي كان كيتبسل عليا وما كانش عاجبني الحال نهائيا. صافي جلست وقابلت قرايتي. في ديك الفتره غادي تجي ماما داك الدري الصديق ديالي وخطبتني من عند بابا. بابا غادي يقبل بزز منه لانه كان رافض، فهو غادي يحاول على انه يقلب على خدامي وما لقاش، واللي كان تيعرفو غادي يدور عليه وجهه. داك الولد اللي خطبني هو ماما كان دافع لواحد الدوله في الخارج المغرب باش انه يكمل قرايته، فغادي يعيطوا عليه ومشى، وانا بقيت في المغرب وبابا بقى كيعاتبني خاصك تردي البال لخوتك وتقاتلي على ودهم، هذاك خاينه اذا فيه الخير راه يتسناك، واذا لا راه ماشي دابا. انا غير ساكته وتنقول غير واخا. فداك العام داك الولد دار المستحيل باش انه تقبلني واحد المدرسه تما في ديك الدوله اللي مشى ليها، وبدينا كنجريو على الوراق ديال المدرسه بالمساعده نتاع عمو. هو مازال ما وجدوش ليه الوراق انا ذاك، فما قدرش انه يدخل في الصيف باش نديرو العقد ديالنا ونوجدو اوراقنا، ولكن جا الوقت باش انه ضروري انا نمشي حيت بدات القرايه. مشيت وجلست واحد 3 شهور تما بيد ما هو خرجوا لي شي ورقات غادي نهبطوا للمغرب. درنا العقد والحفله ديالنا، والديا ما كانش عاجبهم الحال نهائيا. بابا لقى خدمه عند واحد السيد تبيع المواد الجميليه، ولكن ما كانش عاجبو الحال، واخا داكشي كامل اللي دارت معايا حماتي وولدها وهزاتني وكلاتني وخلاتني نحس بلي انني منهم، ولدها حتى هو عمرو ما اذاني، واخا كنت بنت محابسه كيف تيقولوا البعض، لكن هو كان حاطني كانسانه عاديه وكان محترمني. بابا ما دار بحساب حتى شي حاجه من هذا الشيء، هما تقبلونا كيف ما حنا بعيوبنا، لكن والديا ما تقبلوهمش حيت كانوا تيقولوا بلي انه بغاو يزوجوني لواحد خاينه لاباس عليه كبير في السن وساكن في الخارج، وهو اللي غادي يصايب ليا الوراق وهو اللي غادي يعطي ليهم الفلوس. انا بان ليا بلي هذا الامر انه والديا باغيين يستغلوني فانهم يجيبوا الفلوس على ظهري. رفضت ودرت داكشي اللي في راسي. ملي هبطت للمغرب درت العقد انا وياه وعشنا بخير وعلى خير، وفرض داكشي اللي بغيت على والديا. رجعت انا وياه لديك الدوله، الحمد لله ساكنين مزيان تناكلوا مزيان تنخرجوا ما بيناتنا التفاهم والسكينه والطمانينه اللي كنت مفتقداها وسط عائلتنا وفي دارنا. تعلمت كيفاش نعيش وكيفاش الفلوس ماشي هما كلشي في حياتي. والديا ما عاجبهمش الحال، وماما كتقول ليا وليتي خاصه وكترضاي بالقليل، ورغم انه الحاجه القليله هي اللي مزيانه ومقنعاني وعندها قيمه اكثر من اللي هي خاليه. حاليا انا خرجت خارج المغرب وساكنه مع الزوج ديالي. دابا والديا باقيين وسط المشكل ديالهم وما كاينش استقرار ما بيناتهم، وخوتي مساكن جداتي هي الوحيده اللي كترد لهم البال. انا تنقول حاليا باللي انه بما انني هربت من ديك الحياه واليوم حياتي بقات الحمد لله، الحاجه الوحيده اللي بقات ليا هي انني نخدم ونعوض لخوتي وندير لهم شي حاجه زوينه نعاونهم انهم يكونوا راسهم وما يبقاوش وسط داك الجو ديال والديا اللي هو غير صحي ومسموم بهذا المعنى مسموم. العبره من قصتي انك تصبر على اي حاجه وقعت في حياتك وتحاول تاخذ غير الزوين من الحياه وتفهم الدروس ديال كل حاجه. ما تثقوش في الصحاب وما تعطيوش كل شيء للصحاب، حاولوا تحافظوا على التفاؤل ديالكم وتثقوا بلي انه مولانا غيعطيك غير داكشي اللي هو مزيان لك. دير داكشي اللي بغيتي حيت هذيك حياتك انت، انت اللي خاصك تكتبها بيديك وما تحاولش انك تاثر بكلام الناس. هذه هي كانت حكايتي، وهذه هي كانت حكايه تسنيم من حلقتنا الليله. كنتمنى تكون نالت اعجابكم. ما تنسوش انكم تخليوا لي تعليق جميل انها تقرا، حيت هذا هو الهدف من الحكايات من غير العبر، هو انه التعليق ديالكم كتعطي الروح وكتنشط اصحاب الحكايه. حكايه جميله وفيها عبره، واكيد بانه الفلوس ماشي هما كلشي، كيخلقوا بعض النوع من السعادات ولكن ماشي كلشي. شكرا تسنيم على الحكايه ديالك، شكرا حيت اشتقتي فيا. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.